السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة سنقول كمبيوتر برعاية موقع تعلمه www.تعلمه.com. فكرة وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد، مونتاج وإخراج أحمد شفيق ندى، دعاية وتسويق زهرة الفردوس، مدغم المنصورة، مصر، 016-5047-329 017-522-7096. الايميلات learnonline1@gmail.com، fairgroup@yahoo.com، fairgroup@hotmail.com. المدونة بتاعت السلسلة www.oneferstyear.blogspot.com. هنتكلم النهاردة في حلقة صغيرة وخفيفة عن حاجة واحدة بس في حاجات الباوربوينت، هي الباور اوبشنز، يعني كل ما يتعلق بالطاقة او بالباور بتاع الجهاز اللي هو الكهرباء يعني. فالموضوع ان احنا بنتكلم في مجموعة حلقات عن الحاجات الموجودة في قلب الكنترول بند، بس مش عايزين نربطهم ببعض، عايزين كل حلقة منهم تبقى لوحدها. فهنتكلم المرة دي عن الباور اوبشنز او شرح الباور اوبشنز. طبعا عايزين نروح الكنترول بانل، يبقى اسهل طريقة ستارت وبعدين كنترول بانل. فتح لي كده الكنترول بانل، في حاجات كتير قدامي، هختار انا منهم ايه؟ باور اوبشنز. ده الباور اوبشن تظبيط الكهرباء بتاع الجهاز. عندي اول حاجة في حاجة اسمها باور سكيمز. كلمة سكيم يعني نظام، او يعني احنا بنروح عليها سكيما، زي في الكيمياء كده بيقولوا عليها سكيما، اللي هي الايه، مجموعة المعدات اللي انت بتخش بيها عشان تعمل التجربة. فهي نفس الفكرة، ان حاجة انت مظبطها مسبقا عشان تشغلها لما تيجي تحتاج لها. فانا عندي كذا نظام من نظام الطاقة او نظام الكهرباء في الجهاز. عندي اول حاجة اللي انا شغال عليها ده الهوم اوفيس ديسك، ان انا شغال على ان الجهاز في قلب بيت، هوم او اوفيس في قلب مكتب. طب لو جهاز لابتوب الوضعيه بتختلف، استهلاك الطاقه بيختلف، بيقفل امتى وبيقفل وبيفتح امتى بيختلف. برزنتيشن لو انا شغال على اني راجل بعمل محاضرات وبقدم محاضرات وشغال برزنتو، اولويز اون، يعني الجهاز شغال على طول، يعني انا مش عايز اطفي الجهاز او مش عايز الجهاز يفصل لوحده مني. مينيمم باور مانجمنت يعني اقل طاقه، ماكسيمم باتري يعني شغال على الاقصى طاقه في البطاريه بتاعتي. طبعا انا ما بغيرش وضعيه الاوفيس ديت، لان احنا اغلبيتنا بنستخدم جهاز عادي، اللي بيستخدم لابتوب بيحط على وضعيه لابتوب او يعمل وضعيه المناسبه ليه. دلوقتي انا عندي الوضعيه اللي انا بختارها بتغير في الحاجات اللي تحت، يعني انا جيت لو سبت الهوم اللي هو الجهاز بتاع البيت وجبت اللابتوب، هلاقي الايه، التيرن اوف مونيتور والتيرن اوف هارد ديسكس والسيستم ستاند باي والسيستم هايبر نت بتختلف ايه من وقت للتاني. بمعنى احنا عايزين نعرف كل واحده فيهم بتعمل ايه. تيرن اوف مونيتور يعني لو الشاشه قعدت قد ايه ما تتغيرش اطفيها، قعدت 15 دقيقه، يعني لو الشاشه مش شغاله او مش فعاله لمده 15 دقيقه اطفيها. ده في الايه، في اللابتوب، الوضع بتاع اللابتوب. الهارد تيرن اوف هارد ديسك لو الهارد قاعد قد ايه مش شغال، يعني انت سبت الجهاز وقمت سبته قد ايه، 30 دقيقه، هيقوم الجهاز ايه، يفصل الكهرباء عن الهارد، الجهاز مش هيطفي، هيفصل الكهرباء عن الهارد. بس ستاند باي 20 دقيقه، الجهاز هيتحط في وضعيه الستاند باي اللي هي فصل الكهرباء عن الهارد وعن الشاشه، والشاشه تسود، ده وضعيه الستاند باي. بس بمجرد تحريك الماوس او الكيبورد او ضغطك لاي زرار على الكيبورد، هتخرج بقى وضعيه الستاند باي. بعد كده السيستم هايبر نيت، ان انت تغير وضعيه الهايبر نيت، وهي دي وضعيه السبات الشتوي. بمعنى ان انا مثلا فاتح حاجه معينه عايز اطفي الجهاز وبعدين افتحه، الاقي نفس الحاجه اللي انا كنت فاتحها دي مفتوحه، ما اتقفلتش، يعني بتفرج على حلقه من حلقات سنقول كمبيوتر مثلا، وصلت لحد دقيقه 20 وعايز سبب ضروري قوي، عايز اطفي الجهاز لاني خارج حالا اهو، بس مش عايز ارجع اتفرج عليها من الاول، وانا عايز احفظ انا في الدقيقه كام ولا اي حاجه، عايز اطفي الجهاز افتحه كاني ما طفيتوش. دي وضعيه الهايبر نت، الجهاز هيحط نفسه فيها في الوضعيه دي بعد ايه، 3 ساعات. طب هل انا ممكن اختار وضعيه ثانيه، يعني ارجع لهم الاوفيس، هم الاوفيس ايه، كل حاجه اتغيرت، هيطفي الشاشة بعد 20 دقيقة، مش هيقفل الهارد ديسك خالص، مش هيعمل ساند باي خالص، مش هيعمل هايبر نت خالص. كويس؟ طب أنا عايز أغير بقى الوضعية ديت، ممكن أقول له طب أنا لا، أنا يهمني موضوع الهارد ديسك، فأقوم مغير الهارد ديسك، لا أطفيه بعد يا سيدي 45 مينت.
انا كده عملت وضعيه جديده غير الوضعيه اللي هو متعود عليها بتاع هم الاوفيس، هم الاوفيس الهارد ديسك اللي متفش فيه. فاقول له بقى سيف اس، سمي وضعيه جديده سميها باسمي مثلا ابراهيم، بقول له اوكي. يبقى انا بقى عندي وضعيه جديده اسمها وضعيه ابراهيم. يبقى انا لما عاوز اعمل وضعيه جديده بعملها بالشكل ده. حبيت ارجع لوضعيه هوم الاوفيس، ارجع لوضعيه هوم الاوفيس هلاقي فيها ايه؟ الهارد ديسك ما بتطفيش خالص. يبقى احنا فهمنا كل استخدام من استخدامات الحاجات الاربعه دولت، ببدا اظبط ده واظبط اللي تحتيه واظبط اللي تحتيه حسب هوايا ومزاجي وحسب استخدامي. الحاجات دي بتختلف من استخدام شخص لاخر. في شخص لما طول ما هو قاعد على طول ما هو مشغل الجهاز وهو قاعد عليه، في ناس فاتحه الجهاز 24 ساعه ما تطفوش وبتستخدمه شويه وبعدين تقوم وبعدين يجي اخوها وبعدين تقوم وبعدين يجي يخرج ويسيب الجهاز ويشغل حاجه وما يكملهاش. خلاص يبقى الموضوع ده بيختلف من شخص لاخر. ده احنا دلوقتي عرفنا موضوع السكيمز وان احنا شغالين عليه. اللي انا انصح بيه العادي، سيب الجهاز عادي خالص كويس، بس لو بتسيبه تقوم يبقى اعمله ستاند باي. بقول له خلي الجهاز ستاند باي مثلا بعد نص ساعه وبعد ساعه زي ما انت شايف. بعد كده الادفانسد، الادفانسد فيها شويه اوبشنز، من ضمن الاوبشنز ديت اولويز شو، اولويز شو الايكون اون ذا تاسك بار. يعني دايما وريني الايقونه بتاعتك في تاسك بار. تاسك بار تحت لو عندنا تحت ده قلت له ابلاي هتظهر ايقونه الباور عندي اهي، ايقونه الباور اهي اللي ما كانتش ظاهره، العلامه بتاع الفيشه دي. العلامه ديت لما بتظهر بحيث ان يسهل عليا فتح الايه، فتح الخاصيه الباور اوبشنز ديت في ثانيه، يعني عشان ما هوش تبقى في المتناول بدل ما اروح اجيبها من كنترول بانل اجيبها من على طول. لما الكمبيوتر يرجع من الستاند باي قول لي، تاني واحده دي بتقول لك برومت فور باسورد وين كمبيوتر ريزيوم فروم ستاند باي. لما الكمبيوتر اجي ارجعه من وضعيته للستاند باي، يعني انا الجهاز بقى في الستاند باي حلو، حركت الماوس. لما حرك الماوس بقى قول للشخص اللي هو حرك الماوس ده دخل الباسورد، بس ده امتى؟ لما يكون في باسورد اصلا. ممكن الشخص ما يكونش عامل باسورد للاكونت بتاعه عادي. يعني لو في الحاله دي هتحرك ستاند باي، هتحرك من ستاند باي، خرج من ستاند باي وخلاص تمام. الباور بوتونز عندك بعد كده، وين اي بريس ذا باور بوتون اون ماي كمبيوتر، لما اضغط على الباور بوتون بتاع ماي كمبيوتر اللي هو الباور بتاع الكيسه، لما اضغط على الباور بتاع الكيسه عندي في الكيسه طبعا زرارين، زرارين على الاقل، زرار بتاع الباور وزرار بتاع الستارت. لما اضغط على الباور ايه اللي يحصل؟ فبيقول لي شات داون الجهاز، يعني هيقفل الجهاز. يعني ضغطت على الباور وتاني ضغط عليه كتير، يعني ضغطت على الباور وما شلتش ايدي، انا ضغطت الجهاز هيطفي. بس ده طبعا حاجه غلط. كذلك في زرار باور في الكيبورد نفسها، لو ضغطت عليه واستمريت في الضغط هيطفي لي الجهاز، بس ده طبعا غلط. الصح ان انا طبعا ايه اطفي الجهاز من ستارت ترن اوف عادي جدا، اللي هو الايه لما اطفي الجهاز في الحاله العاديه بتاعتي. بعد كده وين اي بريس ذا سليب بوتون اون ذا كمبيوتر، ايه اللي يحصل؟ لما اضغط على الزرار بتاع السليب هلاقي برضك في زرار السليب ده موجود في الكيبورد، بعض انواع الكيبورد مش كلها. ايه اللي يحصل؟ اعمل ستاند باي، يبقى انا اللي هساوي السليب بالستاند باي. طب انا ممكن اغير الحاجات ديت لما اضغط على الباور يعمل حاجه تانية؟ ممكن اقول له دون نو ثينج، دون ناثينج. دو ناثينج يعني ما تخلوش يعمل حاجه، بمعنى ان انا مثلا عندي طفل صغير والطفل ده بيحب قوي يدوس على الزرار بتاع الباور، ممكن اقول له دو ناثينج عشان الطفل لما يدوس على زرار الباور ما يطفيش الجهاز. يبقى ده من ضمن حلول موضوع الاطفال في قفلهم للجهاز، ان هو عشان لما يدوس على زرار الباور يبقى الموضوع ما يبقى الجهاز ما بيتقفلش من الباور بتاع الكيس، الجهاز لازم يتقفل من جوه من قلب الكمبيوتر نفسه. خلاص. عندي بعد كده اسك مي وات تو دو، اسالني انت عايز تعمل ايه. يقوم باعت لك شاشه كده يقول لك ايه، انت عايز تطفي الجهاز ولا عايز تعمل ستارت ولا عايز تعمل ستاند باي ولا عايز تعمل ايه بالظبط؟ ستاند باي خلي الجهاز ستاند باي، هايبر نيت شت داون عادي خلاص. بقول له مثلا انا دو ناثينج تمام، وهنا بريس سليب برضه اقول له دو ناثينج مثلا، على اساس ان الطفل بيكون قاعد جنبي على الجهاز وهو بيلعب في الجهاز كتير فمش عايز الموضوع ده ياثر عليه. في حاجة بقى كمان هنا، وضعية الهايبر نت أصلا مش شغالة، يعني علامة الصح اللي موجودة هنا دي أصلا مش موجودة. فأنا لما باجي أشغل الهايبر نت ما بعرفش، لأن وضعية الهايبر نت مش شغالة. طب أنا عايز أشغلها لازم أتأكد إن هنا في علامة صح موجود. طب الهايبر نت ده فرضنا إن أنا دلوقتي فاتح حاجة معينة، فاتح الصورة دي وعايز أطفي الجهاز وأيده ألاقي الصورة مفتوحة في نفس المكان نفس كل حاجة، كأني ما طفيتش الجهاز. أقول له أوكي.
ولا هسيب ده كمان مفتوح. هقول له لما اجي هنا واضغط على ستارت تيرن اوف، هاجي هنا قدامي تلات خيارات: ريستارت، تيرن اوف، ستاند باي. طب انا عايز اعمل هايبر نت، يبقى اضغط على الشيفت، الشيفت هتحوله للستاند باي لهايبر نت، يبقى شيفت وبعدين اضغط على الهايبر نت نفسها. يبقى انا كده لو ضغطت على الموضوع ده يبقى انا عملت هايبر نت سويت شوت للجهاز، بحيث ان انا اقدر لما افتح الجهاز تاني الاقي الصوره موجوده. في جهاز بقى اسمه اليو بي اس هنا، لو انا موصله بالجهاز، جهاز اليو بي اس ده جهاز بيخزن كهرباء عشان لما مثلا انا في معمل الكمبيوتر او في مدرسه او في اي حته عندي مثلا، او في شركه كبيره عندي 1000 جهاز كمبيوتر والشغل كله مبني على الكمبيوتر، العملاء والناس بتاعت تدخل بيانات والموظفين اللي عندي قاعدين يدخلوا بيانات مع الكمبيوتر ويحطوها ويرجعوها، شغالين دول على الكمبيوتر. فدلوقتي انا لو كهرباء فصلت في اي لحظه الحاجات ديت كتير منها بقى هيطير، لان في طول ما انت شغال ما بتحفظ، يعني ناس كتير بتنسى تحفظ او تسيب. فجهاز اليو بي اس ده لما الكهرباء بتفصل هو بيمدك بالكهرباء مثلا لمده نص ساعه، لمده ساعه تخلص انت الشغل بتاعك وتظبطه وتعمله. لو كان متوصل بالبتاع هيقول لك ايه، هيقول لك ان الاوبشنز اللي فيه ديت ايه شغال. كده احنا خلصنا الحلقة ديت، شكرا لكم على حسن استماعكم، وأرجو أن انتم تكونوا قد استفدتم بالحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.